يا بواب الالفي على بابك يا بواب ننقص صور الدمع ونحمل من حفا فيك ضراب نمشي مية يوم نعبر أرض النوم يا قصة كتبت على المي ومتروكي بكتاب رح بتضلي بعنينا يا بيوت صرنا زمر الريح صرنا زمر الريح ويامك عهد علينا يا بيوت شهد يا بيوت شهد يا بيوت هالأغاني اللي سمعناها من مسرحية ناطورة المفاتيح للأخوين الرحباني برافو لمروة وشدا وعماد وكارلو وهني بعد ما اختبروا ولا مرة تجربة النومينيشن داني وإيمان عاشوا التجربة مرتين وسالي هيدي المرة الأولى يلي بتكون فيها نوميني خلينا نتذكر سوا كيف تلقوا الخبر على طاولة الصفرة وشو صار بعدين مرحبا داني مرحبا مكتوب اسمك بكعب الجاتو أيوة شو بيعني هذا الشيء يا سالي؟ نوميني يعني ما بعرف كيف بدي أجي بس أنت أول نوميني لهالقصة أول نوميني لهالأسبوع سالي من مصر حترجعي سالي والله شكرا بس سالي صار لفترة وقتها اسمعها ما بيوصل لي أي إحساس منها لسالي وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تاني نوميني قدمت أحسن من قبل من هيك المرة للأسف بس يا إيمان هيدا رأيك منو رأي الأساتذة اوكي انت تاني نوميني لهالاسبوع نعم اوكي ميرسي تاني نوميني ايمان من المغرب ما عندي ثقه في نفسي يعني كثير 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 ابدا ما حدا بحب الناس الضعاف ما حدا بالدنيا كلها اما ثالث نوميني داني انت بصحنك ما لقيت شيء لا لقيت شيء تحت صحن عندي صحن داني مكتوب داني اسمي هون يعني انا نوميني مضبوط يا داني انت شخص ذكي انت ثالث نوميني لهالاسبوع ثالث نوميني لهالاسبوع داني من لبنان ابعد شيء فكرت فيه انت شو انطروا 3-4 ثواني قبل ما تبلشوا الغنية كان بعتقد غنى أحسن خايف ومشيت وأنا خايف إيدي في إيدك وأنا خايف خايف ومشيت وأنا خايف بدك تقدر تسيطر على الخوف وتسيطر على أنه ما تنسى الغنية ما مش توقف ونسيت وما شو
وبهالوقت الاتكال على الجمهور الكبير لانقاذ طالب من الثلاثه والتصويت بعده مستمر. وهلا مشاهدينا بنستقبل الفنانه اللبنانيه سيرين عبد النور. Thank you.
شكرا لسيرين اللي غنت مع تينا وامل وشدا. مساء الخير سيرين. بونسوار هندا. بونسوار للجميع. امبارح زرت الاكاديميه وهديت الطلاب بسين كثير مهضوم سموه سيمبا، وعدوك انه ما رح يلتهوا فيه لانه اليوم صار لهم كل النهار عم يركضوا وراه. يعني بالبداية خليني أقول أول شيء مرسي لاستضافتكم لألي اليوم، لدعوتكم لألي، وإن شاء الله لقى ما تكونوا أبدا انتهيتوا فيه لأنه عندكم شغل كتير كتير تعملوه، وإن شاء الله تكون سوربريز حلوة هيدا لأنه عرفت أنه إيمان أبدا ما كانت سوربريز حلوة لألا. لا كانت سوربريز كتير حلوة وأكيد انبسطوا فيها الشباب. شكرا لألك شيرين، اتبقي معنا أكيد كل السهرة. وبريك علينا مشاهدينا ومنرجع منتابع البرايم، خليكم معنا.